مني أنا طوني خليفة ومن فريق عمل برنامج أجراء الكلام، مساء الخير. كان ضحية شائعات لم تثبت صحتها حتى الآن، قضى في منصب مدير قطاع سجون 86 يوما فقط خلال الفترة بين 9 يونيو وحتى 4 سبتمبر 2013. كان خلالها مسؤولا عن 422 سجنا منتشرة في كل المحافظات المصرية. لكن فجأة وبعد 40 عاما خدمة في وزارة الداخلية، قرر الوزير اللواء محمد إبراهيم نقله إلى قطاع الوثائق بالوزارة، وذلك قبل شهرين فقط من بلوغه سن المعاش. عندما عين مديرا لقطاع السجون قيل أنه كان متسامحا ومتساهلا مع السجناء المنتمين للجماعات الإسلامية، كما قيل إنه تمت الإطاحة به من منصبه بعد سماحه لقيادات الأخوان المحبوسين في ترى بعقد اجتماعات داخل السجن، لكنه قال وقتها: ستثبت الأيام أنني لم أخطئ. ورغم الفترة القصيرة التي قضاها بمنصبه، لكنه كان شاهد عيان على ما يدور داخل السجون، والتي استقبلت خلال عهده العشرات من قيادات الإخوان والمتورطين في قضايا الشغب والإرهاب، كما إنه كان طرفا في اتهامات خاصة بوجود اختراق إخواني لوزارة الداخلية وحقيقة ما يتم تسريبه من وراء جدران السجون، كما إنه يتمتع بخبرة أمنية طويلة اكتسبها من خلال مشواره في عدد من مديريات الأمن المختلفة. نستضيف الليلة اللواء مصطفى باز لنعرف منه أسرار وحكايات وكواليس ما يحدث وما حدث وراء جدران السجون المصرية في حلقة خاصة سيقال فيها أجرأ الكلام. تقرير.